مره متاخره يكلف 1800 ريال. مبادرتنا مبادره من اجل صحتك. وقصة المبادره اللي متفقين اللي هي التقليل والحد من التلوث البيئي. مبادره صلاح الله هي عباره عن نستهدف الشباب شباب شابات سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه او كانوا في جميع انه نحس ان نجحنا عندما سمعنا هذه المبادرات ونحس انه فعلا عملنا هالمدة اللي راحت كان فعلا مثمر. نؤمن أو في الشبكة السعودية أنه هي قيمة مضافة للأعمال التي يجب أن نقوم بها من خلال نشاطنا الأساسي. مبادرتي تحت عنوان أنا ملك تتسوق، برأيكم من أستهدف بهذا العنوان؟ عندنا الآن تكريم صراحة الأبطال وضيوف هذا اللقاء اللي قدموا كلمات قيمة جدا في المسؤولية الاجتماعية.